بالله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا معهم يا رب العالمين، واسلك بنا سبيلهم يا كريم. اللهم إنا نحبهم فاجعلنا معهم يوم يقوم الناس لرب العالمين، ولا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله. وبعد، فقد اتفقنا والموفق والله عز وجل على شرح بيت أو بيتين من بردة الإمام البصيري التي ألفها أو قل نظمها في مدح النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا إن المدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصل إلى المعنى الحقيقي في رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا يعرف قدر رسول الله إلا الله. أما المدح لغير النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يعتمد على الخيال، والخيال فيه ما فيه من الأكاذيب والأمور التي لا تكون، ولذلك جعلوا مدح النبي صلى الله عليه وسلم في دائرة وسمي مديحاً، وزاد الياء لأن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى. هذا مديح رسول الله. ماذا يقول المادحون؟ وما عسى أن يفهم الكتاب من معناك، يعني ما الذي يستطيع أن يفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيقته التي جعله مولاه عليها؟ لأنه لا يعرف النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أرسله، فالذي أرسله رحمة للعالمين وأدبه وأعلاه وأسماه هو الذي يعرف قدره. إذن نحن مهما مدحنا فمدحنا في النبي صلى الله عليه وسلم لا يصل إلى كنه ما عليه رسول الله صلوات الله عليه. ولذلك قال فخر الدين الرازي: ماذا يقول المادحون وما عسى أن يفهم الكتاب من معناك، فوالله لو أن البحار مدادهم، المداد يعني الحبر، والعشب أقلام جعلن لذاك، لم تقدر الثقلان تجمع ذرة أبدا ولا استطاعوا لذا إدراك. صلى عليك الله يا علم الهدى يا خير الورى، ما حن مشتاق إلى مثواك. فالبصيري رحمه الله مدح النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في بداية المدح أقام مقدمة ليدخل بها على مدح النبي صلى الله عليه وسلم. المقدمة تكون كما سار العرب في الغزل، والغزل معناه الحديث عن النساء، ولكنه حول الغزل هنا إلى الحديث عن الأماكن التي مر فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وعشقه لهذه الأماكن ولأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبدأ يهذب نفسه حتى إذا ما طهرت وصارت النفس على صفاء تام استطاع بها أن يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتحدث عنه. ولذلك نحن يعني شرحنا من البداية حتى وصلنا إلى الفصل الثاني في التحذير من هوى النفس. والنفس دائما تدعو الإنسان في بداية الأمر إلى الحرام، ولذلك النفس أولها النفس الأمارة بالسوء،
إن النفس لأمارة بالسوء إلا إيه؟ ما رحم ربي. وقالت هذه الكلمة وسجلت عليها السيدة زليخة، قال زليخة أو زليخة، وقصتها معروفة وفيها من العبر وفيها من الأسرار ما يحتاج إلى وقفات. لكن حينما سجل القرآن سجل ما كان منها بلسان القرآن بسبك القرآن حتى نأخذ العبرة. قالت وما أبرئ نفسي، يعني أنا لست معصومة، والذي لا يعصم بطبيعته يقع أو يقارب الوقوع. إن النفس لأمارة بالسوء، إن للتوكيد، والجملة اسمية، والجملة الاسمية فيها توكيد، لأمارة اللام للتوكيد وهي اللام المزحلقة. إذن كل هذه التوكيدات لإعطاء المعنى لكل الذين يعلمون إلى يوم الدين أن النفس إذا لم تكن معصومة ولا محفوظة فهي أمارة بالسوء. ولذلك إلا ما رحم ربي، يعني من كان مولاه عز وجل راحما له، إما بعصمة وإما بحفظ، والعصمة للأنبياء والحفظ للصالحين والأولياء. إذن النفس تقع وتأمر بالسوء. ولذلك البصيري قال فيما قال: فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها بنذير الشيب والهرم. الأمارة هي النفس، وهذه النفس الأمارة لها في أيام الشباب حال، ولكن بعد الشباب المفروض في الإنسان أن يعتبر بتغير الحال عليه، لأن الإنسان في شبابه يكون قوياً مندفعاً، ويضع الشيطان له في نفسه أنه يستطيع أن يفعل كذا، وأن يذهب إلى أي مكان يريد، وأن يفعل ما يشاء. هذا في أيام الشباب. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الشباب شعبة من الجنون. صحيح، ترى الشباب الذين ليس لهم من حافظ ولا من عاصم من علم ولا من أدب، تراهم كالأنعام، بل هم أضل في الشوارع موجودون، وهنا في الباطنية تراهم يعني يلعبون كما يشاءون. لماذا؟ لأنهم على هذا الحال من نفوس لهم تأمرهم بالسوء على الدوام. ولذلك قال: فإن أمارتي بالسوء، أي نفسي، ما اتعظت. بماذا؟ قال: بنذير الشيب والهرم. لأن الإنسان إذا وصل إلى مرحلة الشيب، وهي المرحلة الثالثة، عليه أن يتوقف شيئا. لماذا؟ لأن صحته ضعفت، يعني قوته ذهبت، ويرى نفسه أن شعره تغير من سواد إلى بياض، وأن عوده بعد أن كان مستقيما انحنى. إذن قواه وصلت إلى مرحلة الضعف، عوده بعد أن كان هكذا معتدلا مستقيما ويذهب يمينا ويسارا رأى نفسه انحنى وأمسك بالعصا. إذن ماذا بعد؟ ولذلك على الإنسان إذا وصل إلى هذه المرحلة عليه ألا يكون على أيام ما كان من قبل، إنما عليه أن يغير من حاله بإصلاح ما بينه وبين ربه. فإذا لم تتعظ بهذا النذير إذا ضيعت نفسك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ومن جاوز الأربعين، يعني تخطى الأربعين، ومن جاوز الأربعين ولم يغلب خيره شره
فليتجهز إلى النار، لأن الإنسان بعد 40 سيصل إلى سن 50 و60، وأعمار أمتي بين 50 و60. إذا من لم يتعظ بما هو فيه من شيب وهرم، إذا عليه أن يهيئ نفسه لجهنم، لأنه ضيع العمر في بدايته وفي نهايته، وأسأل الله العافية. هذا هو في البيت الذي بين أيدينا. فإن أمارتي بالسوء ما اتعظت من جهلها، هذا جهل، ما اتعظت بماذا؟ بنذير الشيب والهرم. يقال هرم هرما، هذا في المصدر، وأما الهرم فهو الضعف، يعني الهرم بكسر الهاء وفتح الراء هو الضعف، وأما المصدر لهرم يهرم تقول إيه؟ هرما، كما يقال فرح يفرح إيه؟ فرح. ثم قال: ولا أعدت من الفعل الجميل قرى ضيف ألم برأسي غير محتشم. الضيف الذي ألم برأسه هو الشعر الأبيض، لأن الشعر الأبيض ضيف على الإنسان، ولكنه ضيف لا يذهب، إنما سيكون معك إلى نهاية العمر، فيجب عليك أن تضيف هذا الضيف. بماذا تضيف الضيف الذي ألم بك؟ بصالح الأعمال وطيب الأقوال. يعني انتهت أيام الشباب، إذن انتهت أيام الشيطنة وانتهت ألاعيب الشباب، إذن عليك أن تهيئ نفسك للقاء الله، لأن هذا النذير من الشيب والضعف يدل على أنك الآن في أيام هي مسك الختام. ولذلك قالوا إن عزرائيل كان يأتي إلى نبي الله يعقوب، ويأتي إليه ظاهرا كواحد من أصحابه يجالسه، وهو يعلم أنه عزرائيل، فقال له: يا عزرائيل، إذا دنا أجلي فأعلمني حتى أستعد. يعني هو الذي يقرأ الكتاب في اللوح المحفوظ، وكل واحد له كتابه وله صفحته. قال: إذا رأيت أن أجلي قد اقترب فأعلمني. وكلما يأتيه يقول: ها، هل اقتربنا؟ يقول: انتظر انتظر. حتى جاء في مرة قال: يا يعقوب. قال: نعم. قال: جئت قابضا. ألم نتفق على أنه يعني إذا دنا أجلي أن تعلمني؟ قال: أنا علمتك. قال: بأي شيء علمتني؟ أنت ما كلمتني في شيء. قال: لا، بياض شعرك بعد سواده، بياض شعرك بعد إيه؟ سواده، وضعف بدنك بعد قوته. كان بدنك قويا، أصبحت إيه؟ ضعيفا. وانحناء عودك بعد استقامته، يعني كان عودك مستقيما، أصبحت الآن إيه؟ منحنيا. قال: هذه رسائلي إلى بني آدم يا يعقوب، أنا أرسل هذه الرسائل، أو هذه الرسائل تأتيهم لتدل على نهاية الأجل. ولذلك يعني حينما يقول: أنا ما أعددت لهذا الضيف، وهو ما كان من بياض الشعر، أنا ما أعددت قراه، وما أعددت له ما يصلح له، والذي يصلح لأيام الشيخوخة أن تكون مستعداً للقاء الله بصالح الأعمال وطيب الأقوال وإصلاح الأحوال. صنعت هذا، إذن صرت مستعداً للقاء مولاك. بقيت على ما أنت عليه من أيام الشباب، إذن ضيعت الشباب وضيعت الشيخوخة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته.